شاف خوجو بانهم راه مسك عليهم سيدي ربي وناضو مساكن راه خلاهم على بلاطه كما تيقولوا المصريين وناضو كحو وصلوا الحمد لله هذا المستوى هذا قايمين بالامر تاعهم بمهم ما مخليين مهم ناقصه حتى الهضره ما تيتكلمش معها. والبنت اللي داو راه كانت نهار الصدقه العرس نتاع هذا السيد هذا وجات وسلمات عليا لابسه مزيان مقاده جلست معانا اي واحد في خاصها تيجي بشي حاجه تيعطيها هاك يا زهره هاك يا زهره وكتشد وتتاكل وجلست معانا في ديك البيت ديك اللي كسميتو جلست معانا شحال دخلت عاوتاني فاش كنا تنتغدى عطاوها تغدات ما راه كيتصرفوا معها التصرف اللي فوق المستوى راه ختهم هذيك راه ماشي شي وحده اللي راه هذا هو اللي ما كيراعيش الاخوه هذا حسن هو اللي ما كيراعيش الاخوه وما يفي ماشي فينش فين عايشه هذه البنت هذه علاش تيشدوها بالليل لان راه تتخرج راه شحال من مره كانت على ما عاودوا ليا كانت مشات للبير طاحت عاوتاني شي مره رمات راسها من سميتو تهرست لا نقيه البلاصه والبنت نقيه 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 ما تتخليش عليها الوالده ولا دوك البنات اللي شتي عريسات ضاع عمرها هضر قايمين بالواجب وكون هذه تكون هذه السيده هبيله ومهم راها ماشي في كامل القوه العقليه نتاعها ولكن المهم راه نقيه ما خاصها حتى شي كون جيتو هذه تلقاو البيت نتاعها مرونه فيها هو اللي ما عمره ما قام بداك الواجب ويراعي الله سبحانه وتعالى.